قبل دقائق الان وانا في البث المباشر يرسلوا لي واحد الفيديو دارته البقره الحلوب اللي ما فهمناش وين تحلب الان اسكو راهي في الجزائر ولا راهي في فرنسا راهي تبض توزع في الحليب تاعها البقره الحلوب هذه دارت فيديو قلقه الخبيث طحان رخيص ما يسواش يتصل بسعدان كيفاش قدر يتصل به واتصلت هي بسعدان لكن خدعته. لأنها خائنة وخداعة خدعاتو ما وش اللي قال كيما بنزديرا دارت معاه يعني بث مباشر وقالت له راح راني راح ندير لك بث مباشر قدام الناس يسمعوا فيك بنزديرا ما يخونش بنزديرا لا يخون الأمانات المجالس أمانات بنزديرا كي يكون يحب يفضح واحد يا إما يكون عدو خائن ممكن نخدعون سجله عندما يتعلق الامر بمصلحه البلاد ومع خائن ممكن وما درتهاش ما درتهاش لاني نشوفها سقاطه كي نحب نتكلم مع واحد نبهه نقول محمد انا راح نسجلك اوكي اذا كان وافق اللهم بارك اذا كان ما وافقش ما نخدعوش او نتصل بواحد مثل سعدان او غيره ونقول راني نحتاج نتكلم معك في موضوع في البث المباشر نخبره قبل البث المباشر طبعا ما نخدعوش في البث نقول له راك البث بعد يقول لك خدعتني لا قبل البث نقول له راني راح نتصل فيك نتصل بك او الساعه الفلانيه الساعه التاسعه ولا التسعه وشويه نتصل بك وراني راح نتكلم معك على المباشر المباشر الناس كلهم يسمعوا مثل ما فعلت مع الشيخ رابح سعدان ربي يطول في عمره قلت له كلمته مع العشيه قلت له سي سعدان ها هو الموضوع اللي راح نتكلموا عليه اذا كان نقدر نتكلم معك في البث المباشر قال لي ما كاش مشكل كنت قادر نقول له إذا تحب نسجلك وننزل التسجيل يوافق او موافقش لكن انا اخترت انني نقول له نتصل بك مباشره وهو وافق قال لي ما كاش مشكل واتصلت به مثل ما سمعتوا والحمد لله انا لما اتصلت به قلت له معك سعيد بن سديره من لندن اذا كان تعرفني قال لي نعرفك يعني وراه كما يقولك الناس راهو في الحياه قال لي نعرفك ولدي ونسمع بك ونتابعك مرات ويعني يعرفني ما قالش واحد ناكرة ما يعرفنيش دركا البقرة الحلوب يعني حبت تخدعو وسجلاتو قلت له خائن وصاحب حافظ دراجي وك... الحمد لله ايه صاحب حافي دراجي وراه يشرفني ان اكون صديق حافي دراجي حافي دراجي انسان وطني شخصية رياضية وطنية وعالمية حافي دراجي شرفني اني نعرفه صديقي ايه وراه المشكل يعني الشيء اللي والله كي ولات عندك معاك معاه مشاكل البقره الحلوب وحكم عليك في محكمه الشراقه 100 مليون اني نسنى فيها حفيظك تعطيها لك رجعه عاليه وعدتني وحكم عليك بعام حبس و مليون وقاعده تسب وتتكلم وكذا هذا امر ما يخص ما يخصنيش لماذا لانه بنزديره قطع لها الحبل السري اللي كان بينها وبين بالماضي وبينها وبين زطشي اللي كانوا يخلصوا فيها قطع لها تذاكر الطائرة اللي تروح تسافر وكذا وتدخل الصطاد وتشوكر وكذا وكذا كذا تنحات لها نقول لها نتحداك يا البقرة الحلوب تروحي تدخلي الغرفة تغيير الملابس تاع اللاعبين الجزائريين وتشوكري كما قلتي كما كنت أتحداك وأتحداك يا البقرة الحلوب أنك تروحي تقعدي في القاعة الشرفية وتتفرجي ماتش كما موالفة حتى ويكون معاك اسطنبولي أو غيره انتهى انتهى اللعب هذاك اوكي هذا هو السبب اللي خلى البقرة الحلوب تهبل حاجة أخرى أخرى البقرة الحلوب قالتها وأنا مستغرب قالت بلي بن زديرة يخلص فيها روروا ورا وراه رو راو نقول له الحاج هاو درك الشيعة بلا شبعة هاونا كل دايما يديروا التهمه فلان راه يخلص فيك المخابرات تبعث لك الرئيس تبون يبعث لك فلان يبعث لك آه أعطونا هاسي سي لها حقنا سيدي الحاج روراوي الا كان كاين منها صح كيما راهي تقول البقره الحلوب اللي نستنى ما وصلني والو ما وصلني والو راني قاعد نهضر وحدي وقاعد في امور واحده سيدي ابعثوا لنا كاش عشرين ثلاثين هكذا الواحد يدور بها هذو كتخلوا لنا الشيعه بلا شبعه هكذا قدام البقره الحلوب وقدام هذا كيما يقول لك هذا الكلاب وهذا القطط اللي كلهم يتهموا فينا أنا لحد الآن نشاهد في الع... الشعب الجزائري ما شفت والو لا من عند حفيظ أنا يسالوا 100 مليون قال لي كي نربح انت آ... البقرة الحلو في محكمة الشرق انا نبعثها لك مازال ما بعثها ليش مازال ما عطوهالوش بصح وعدني قال لي نشدها نبعثها لك مئة مليون يعني 500 5000 500, أورو معليش قابلين موش مشكلة حجرة رو وروها ما سمعنا من عنده ما شفنا ذقنا ما, ما... كان والو آه الحاجة آه في أمور على الأقل باش نبعد كي تولي الشيعة بشبعة قالوا اه مدلي الحجرة وراء وراء ورا المشكلة آه. تسألوني لكن لحد الآن ما شفنا والو الريع هذه بالنسبة للبقرة الحلوب نقول لها باللي كلاك بوبي وقطعنا لك البزولة اللي موالفة تنكعيها اللي موالفة ترضعيها راحت لك راهو عندك بقرة حلوب اه علبي <applause> روحك وشربي واختي السوق الحاجة الثانية اللي عجبتني نفس الشيء اختيتيل ال قال لك خطير بيان اتحادية كرة القدم الفاف بشأن بالماضي كتب بالفرنسية ولا وجود للنسخة العربية تأكدتم الآن أنها مؤامرة أذناب فرنسا ضد بالماضي الله أكبر شيء خطير اختيتي العقون اللي نفس الشيء تضرب المصداقيه تاعو راحت لانه قالك بالماضي وراه يحضر الفانسيس وكذا كذا وحنا قلنا لكم من شهر تقريباً نقول لكم بالماضي انتهى بالماضي من الماضي بقرار رسمي من السلطات العليا في البلاد قرار رسمي انتهى ما كش لعب هذا خلاص هذا المتاجرة ومحاولة استغلال البلوطة لأغراض سياسية دنيئة مثلما استغلوا الدين لأغراض سياسية حقيرة ودنيئة انتهى هذا الأمر خلاص الآن الدولة ولا تعرف و المسؤول الأول في الدولة وباقي المسؤولين عارفين واش راهو صاري وعارفين اللعب هذا وخلاص تم اتخاذ القرار و يعني صفحة بالماضي أصبحت من الماضي طويت نهائيا انتهى الأمر البيان الرسمي اللي نزلته اتحادية كرة القدم بثلاث لغات باللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وأي إنسان يدخل الموقع إتحاد كرة القدم ويجد البيان بالعربية والفرنسية والإنجليزية دوكا إذا كان واحد بغل أو واحد حاقد وعنده أغراض خبيثة مثل أختيتيل يقرأ غير بالفرنسوية وقورة لقيتو بالفرنسوية هذا خبيث لكن البيان موجود بثلاث لغات ووزع بثلاث لغات بالعربية والفرنسية والإنجليزية شكون واضحين لكن الشيء اللي عجبني أنا واحد رد على اختي تيل هذا الرد وين عجبني هذا الاخ اللي اسمه صهيب قال له وكي وقع العقد بجواز سفر فرنسي ما مؤامره يا اخي حاله خلينا من الصفصفه والشعبويه الشعبويه تاعك بالماضي قدم واش قدم واش يقدر يعطيه صحه وفشل في حوايج بزاف لازم التغيير بمدرب جديد بعقليه جديده يكون مناسب لقياده المنتخب الوطني كلام من ذهب يعني ويعطيه ثم ثم يعني ما خلاش تبرد اه اختيتي نشار منه والاخر هذا واسمه واش قلت اسمه صهيب هذا جاوبه مباشره قال له البيان اللي والعقد اللي مضى سي بالماضي بالفرنسيه لانه كتب بالفرنسيه زاتشي يكتبه بفرنسا وعطاه ويعطاه بالماضي يمضيه وهو عقد سري واحد ما يعرفه حتى راح زاتشي وراح وراحت ليكيب كامل باش عرفنا الحقيقه لأنه هذا كان عقد سري لا يعرف عنه حتى رئيس الجمهورية. نعطيكم معلومات رسمية. الرئيس تبون تب لم يكن يعرف أن جمال بلماضي أمضى العقد بجواز سفر فرنسي. وزير الشباب والرياضة لم يكن يعرف. مصالح الأمن لم تكن تعرف. لأن العقد كان ما بين اتحادية كرة القدم وما بين مدرب جزائري إذن أمور عادية. بالنسبة للناس كامل أمر عادي لما تفجرت القضية والرئيس عرف أنه العقد ممضي بجواز سفر فرنسي خلاص رئيس تبون ثم لطالون طالون قرمود شمل بالماضي هذا اللي استقبلته وكبرنا به وكذا ماضي عقد كفرنسي مش منطقي قالوا ها وين العقد قدامك ماضي كفرنسي وفيه بند من البنود أنه في حالة نزاع المحاكم الأجنبية وليس المحاكم الجزائرية المحاكم الأجنبية السويسرية والفرنسية الرئيس معلومات رسمية تصدم وتفاجئ أنا واحد من الناس اللي ما عنديش علاقة بالرياضة الشيء <applause> اللي خلاني نتدمر أكثر وخلاني نتقلق أكثر هو هذا البند أنه جمال بالماضي ماضي العقد كفرنسي وانا نقول لكم والله 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 حتى ولو جمال بلماضي فاز بكاس افريقيا كنت نقعد نتكلم عليه ونطالب باعاده النظر في عقده لانه عقد غير شرعي اولا عقد يعني متطرف جدا عقد ارهابي ابن عمي عقد خمس ملاير اغلى مدرب في العالم العربي وفي افريقيا ولم يحقق شيء اغلى مدرب في العالم العربي وفي افريقيا ولم يحقق شيء يعني يقول يقولك بينه وبين المدرب الفرنسي شعره اللي حقق كاس العالم وحقق بطولات إذا امر خطير وخطير جدا هذه من ناحيه من ناحيه ثانيه وهذا امر مهم ومهم جدا أنه العقد ممضي بجواز سفر فرنسي، وهذا أمر غير مقبول. أمر غير مقبول. أنه واحد يتكلم لنا بالوطنية ويصرح تصريح رسمي يقول أنا عندي عقد معنوي وليس مادي. عقد معنوي مع الشعب الجزائري. الذي لا يعرف هذا الشعب أن هذا المدرب الذي يربطه عقد معنوي مع الجزائر أمضى العقد بجواز سفر فرنسي وعقد بخمس ملاير في الشهر ولا يصرف من خمس ملاير دينار واحد في الجزائر دينار ما يصرفوش دينار ما يصرفوش لأنه ماكل باطل شارب باطل إيه هاو على المباشر المدرب مدرب جنوب إفريقيا اللي فاز البارح على المغرب يخمس ربعين ألف اورو مدرب جنوب افريقيا اللي راهو داير اسطوره 40 الف اورو في الشهر سيب الماضي 200 وزياده الف اورو يعني خمس اضعاف راتب المدرب تاع جنوب افريقيا وما يصرفش حتى أربعة دور في الجزائر راقد باطل في سويت قصر عطيله يعني كيما يقولك بافيون في سيدي موسى الحراسه الاكل الشرب الدنيا كل هانيه سياره سائق الحراسه كل شيء ما يصرف حتى اربعه دورو ودراهم تحول الى حسابه في قطر وراه الوطنيه نزيدكم حاجه اللي معلب بها باش انا الان نتقرع بالماضي يرفض رفضا قاطعا انه يحط اشاره اي شركه فوق التريكو اللي الا لا يخلصوه سوناتراك سبونسور تاع اتحاد كره القدم والفريق الوطني لكن هو قال لهم لا هذو دايرين يخلصوا الاتحاد انا ما يخلصونيش انا يديروا معايا عقد انا كمدرب بالماضي نلبس الاشاره تاع سوناتراك ما يلبس سوناتراك الشاره الوحيده اللي دايرها بالماضي في التريكو تاعو الرسمي هي موبيليس لانه داير معاهم عقد ويدي 30 مليار سنتيم الشركه الوحيده اللي بالماضي داير اللوغو تاعهم هو موبيليس لانهم مخلصين عقد ثنائي ما بين موبيليس وما اما الشركات الاخرى سوناطراك وغيرها لانهم يمولوا الاتحاديه فيدرالية كره القدم قال لهم انا هذا امر ما يخصنيش عم يخلصوا الاتحاديه ما يخلصونيش انا انا اذا يحبوني نلبس التريكو فيه اللوغو نتاع سوناتراك يخلصوني انا وراه الوطنيه وراه الوطنيه من المفروض سوناتراك اللي هي البقره الحلوب اللي الشعب كله يستفيد منها من المفروض يدير اللوغو تاعها كمدرب ممثل لكرة كرة القدم الجزائرية بلا ما يخلصوه لأنه سناطراك راهي أصلا الخزينة العمومية الخزينة العمومية سيب الماضي هذا هم يهضرون عليه ولا مرة شكر الجزائر أو شكر رئيس الجمهورية أو شكر رئيس الوزراء أو شكر وزير الشباب رياضة أو شكر الشعب الجزائري أو شكر ملعب من الملاعب الجزائرية عمره ما شكر قاعد غريشكي من اللي عرفناه هو اللي هذي ما عجبتنيش هذه بلاد معوجة هذه كذا صحافة مش مليحة اه كذا عمره عمره ما جاب حاجة يعني إيجابية انتقادات 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 منذ سنتين نعم قبل سنتين حقق نتائج ما ننكروش قبل 21 في 2019 جاب كأس إفريقيا 2020 شوية لكن من 2021 للآن هابط 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 انتكاسه كان من المفروض ينسحب بشرف لانه يجي واحد يقول لك ايه بصحه و الرئيس بوتفليقه الله يرحمه نفس الشيء العهده الاولى والثانيه بالرغم من انه انا السعيد بن زدير كنت ضده الله يرحمه العهده الاولى كنت ضده والثانيه كنت ضده والثالثه والرابعه والخامسه وضده طول ودايما ولكن موضوعيا بوتفليقه الله يرحمه في العهده الاولى والثانيه حقق حقق انجازات كبيره للجزائر لو انسحب من العهده الثانيه كان سيدخل التاريخ من الباب الواسع اذا هل ما حققه بالماضي يساوي عشر ما حققه بوتفليقة أبدا بوتفليقة حق أمور كثيرة في العهدة الأولى والثانية إنجازات عظيمة نعم إنجازات عظيمة بوتفليقة دارها على الاقل قضاء المديونيه الخارجيه رجع سمعه الجزائر في المحافل الدوليه نعم بعض الانجازات العظيمه بالرغم من انه في مشاكل لكن كاين كاين طريق السيار شرق غرب كاين طريق الشمال جنوب كاين طريق السكك الحديديه كاين بناءات عدل كاين انجازات عظيمه دارها بوتفليقه ما ننكروش يعني كي ولنا نفصلوا في المجمل نقولوا خلطها لانه دخل في العهده الثالثه والرابعه و... وعملها جدا حلوف ولكن العام العهده الاولى ربع سنين خمس سنين الاولين والثاني عشر سنين الاولين حقق انجازات عظيمه اذا بالماضي ما نقولوش ما دار والو دار العام الاول والثاني 2019 و 2020 دار حاجه مليحه والفريق كان مليح لكن ما اصبح هابط هابط من المفروض يقدم استقالته ويخرج من الباب الواسع ولكن بالماضي اختار ان يخرج من الباب الضيق اختار ان يخرج مهبط راسه هو اللي اختار لانه صحناه صحناه اكثر من مره يا بالماضي قدم استقالتك قدم استقالتك وخرج من الباب الواسع ويدير تكريم وحفل وداع وصلت كنبي لكن هو اصر الحاحا على وش رانا واصلين ثم ياتي بعض البقر وبعض الخرفان وبعض القطط يدافعوا على بالماضي كل واحد وهدف تاعو كل واحد والهدف تاعو البقرة الحلوب لأنه يخلص فيها زاتشي وبالماضي ويخلصوا في سفريات وما تدخل القاعة الشرفية الشوكر وتسب اللاعبين وتسب الصحافيين تقول لهم مرخص ما تنساوش هذا الشيء وتبهدل بينا تروح الكوت تسبهم ويعني وتهدر باسم الدولة الجزائرية لأنه لقيت بعض الحثالة اللي, اللي مقيمينها ويستقبلوها وخلوها تهضر مع اللاعبين وتوصل بالماضي تصور معاه تصور مع وليد ملوكا الارهابي ما يطيح حتى واحد مع الارهابي تستعمل فيه ومع وليد ملوكا ومن بعد تعيط الارهابي وليد ملوكا امير بوخرز تقول له دافع على بالماضي ويخرج يدافع عليه لانه خلصوه هذه حقيقه ما نهربوش من الحقيقه اذا البقره الحلوب راحت لها خبزه راحت لها خبزه المتطرفين الاسلامويين خطيتي لو جمعتو لانهم كانوا يراهنون على بالماضي انه يستعملوه في كسب شعبية لتحقيق اهداف سياسيه نعم بالماضي كان مشروع سياسي مش هو هو خطير السياسه كان مشروع سياسي لفئه من الارهابيين القدم نعم فئه الارهابيين القتله اسلامويين متطرفين اللي بدلوا الفيستا ولا يسموها البيديسيه النوفمبريه هؤلاء كانوا يراهنون على بالماضي يستعملون بالماضي ك بيلدوزير يكسبوا به الشعبيه وقالها روحوا لاحظوا تلقاو بالماضي ظلوا يهضروا عليها ويصلي ها هو متدين يقرا في الكتاب في المصحف في الحافله في الطياره شاد الكتاب يعني يدخلوا في حياته الشخصيه ومعتقداته الشخصيه يستغلوها باش الجماهير يقول لك اه هذا والله غير اسلامي وكذا وتابع الحركة الاسلامية وتابع للفيس وعنده علاقة مع وليد عباسي مدني في قطر هو صاحبه يعرف جماعة الاخوان يعرف فلان يعرف فلان ويعرف فلان, فلان. اذا حبوا يكسبوا شعبية ببلماضي ربي سبحانه ربي سبحانه فضحهم ربي سبحانه فضحهم وانتهت اسطورة بلماضي وصفحة من صفحات تاريخ كرة القدم و وينها بالماضي انتهى الان بيان اتحادية كرة القدم هو بيان الدولة الجزائرية وليس بيان رئيس اتحادية كرة القدم او الاتحادية هو بيان الدولة انا بالامس قلت لكم ان رئيس الجمهورية استقبل رئيس اتحاد كرة القدم على هامش بطولة كأس الكأس العسكرية في بن عكنون استقبلوا وأسدى تعليمات وتوجيهات واضحه. بعدها بساعتين ثلاث ساعات نزل بيان اتحاديه كره القدم، وش معناتها؟ معناتها بيان اتحاديه كره القدم بتزكيه مباشره من رئيس الجمهوريه. قال اغلق الملف. نزيد من الشعر بيت بعض الابواق وبعض الاقلام اللي راهي تحاول تاجر بقضيه بالماضي نقول لهم انه غدا غدا الجمعه آه الخميس غدا الخميس الأول من شهر فيفري فيه لقاء مع وزير الاتصال الذي سيضبط عقارب الساعة مع هؤلاء الخلاطين غدا في لقاء ندوة يعقدها وزير الاتصال مع الصحافة الرياضية سواء في القنوات أو في المواقع الإلكترونية أو في الجرائد والمجلات يعني كل الصحافة الرياضية بكل أطيافها سمعي البصري والكتابي والالكتروني عندهم لقاء مع وزير الاتصال الذي سيفرض سياسة الدولة سياسة الدولة لأنه أصبح كل من هب ودب أصبح كل من هب ودب اللي يدي ربعة دور من عد عبدي أمين أو من عند ماهوي أو من عند زاتشي أو من عند بقر الحلوب أو بالماضي أو كذا حاول يخلق فتنة يخلق فتنة في البلاد ويعطي فرصة للخونة والعملاء وأعدائنا التقليديين اللي هما المراكا يعطيهم فرصة أنهم يدخلوا بيناتنا ويحاولوا يخلقوا صراع ويخلقوا فتنة داخلية إذا بات من الضروري أن تتدخل الدولة بكل أسلاكها بكل أسلاكها تدخل قوي لضبط الساحة التي أصبحت زريبة بما للكلمة من معنى أصبحت زريبة الآن وزير الاتصال حسب معلومات رسمية مشكور طلب لقاء عاجل مع كل وسائل الإعلام المختصة في المجال الرياضي وغدا الخميس سيكون لقاء لضبط الأمور وتزيار السنتورة أوكي؟